أكد سعادة المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي أن البنية التحتية لإمارة دبي اكتملت مع اكتمال مشروع الخط الأخضر. وأشار الطاير في مؤتمر صحفي عقب افتتاح الخط الأخضر لمترو دبي أن تكلفة مشروع الخط الأخضر بلغت 29 مليار و500 مليون درهم. البنية التحتية لدبي اليوم اكتملت باكتمال هذا المشروع. 99% من مشاريع الهيئة اكتملت. انتم عارفين ان البنية التحتية هي المحرك الاساسي لاقتصاد اي مدينة. فبالتالي نقدر نقول اليوم ان الاقتصاد في دبي بخير لان البنية التحتية جاهزة. هذه اول نقطة. النقطة الثانية طبعا استطاع اقتصاد دبي ان يوفر الخسائر اللي كنا قبل انشاء الهيئه نخسرها لحوالي 5 مليار درهم في السنه. اليوم مع مرور 5-6 سنوات وفرنا فيما اكثر عن 25 مليار درهم توفر للحكومه بسبب الازدحامات وغيرها. النقطه الاخرى نستطيع اليوم بهذه الشبكه ان المدينه تقدر تستوعب عدد سكان أو البنية التحتية تقدر تستوعب لين 5 مليون. ومثل ما ذكرت سابقا بتغيير بعض سياسات المواصلات نقدر الشبكة أو شبكة المواصلات تقدر تستوعب لين 8 مليون. طبعا بالإضافة إلى تنقل آمن وسهل للجميع، بالإضافة أيضا إلى الآثار البيئية الإيجابية للمشروع. اليوم معظم المناطق التجارية في دبي تقدر توصلها بسهولة سواء كانت سياحية تجارية تراثية، فانربطت كل مناطق دبي. بالإضافة إلى أن اليوم معظم المدن الناجحة لو تحسب المسافة بين المطار وبين المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها والمناطق التجارية في دبي تقدر توصل من 15 ل 20 دقيقة، وهذا يحقق الاشتراط فني وأساسي لإنجاح أي اقتصاد في أي دولة. فدبي اليوم تعتبر من المدن الراقية ولذلك في المواصلات، ولذلك صنفت حسب التصنيف العالمي المجلس الأمناء أمناء المدن على مستوى العالم رقم ترتيب 35.